بتقبض من المعونات وبتقبض من الضرايب على الفاضي والمليان. جميل. جميل. ما في، ما لكم اي انتاج. فين حقوق الانسان؟ تفضلي جميل. فين حقوق ما بدي اتفضل عندك. انا شو بهذا ما بتفضل عندك. أنا بتحدث معكم هون وأنا موجود حالياً بحديقة المركز الوطني لحقوق الإنسان. هذا المركز اللي بلش عمله بسنة 2003، وكان المركز بداياته بدايات قوية جداً من حيث رصده لأكثر من قضايا كانت بتشكل جدل كبير بالعام 2003 و2004. عشان هيك صدر قانون لإلهم بالعام 2006 بيتعاملوا معه كهيئة مستقلة تعمل ضمن إشراف نفسها من خلال جهاز وكادر من المحامين يتم تعيينهم مباشرة من رئاسة الوزراء. يعني بدأ بمبادرة من المركز، أولاً حوادث الحراك ولتغطية الظروف والمشاكل والأحداث اللي رافقت فض اعتصام الدوار الرابع 31. البعض اعتبر أنه أداء المركز تراجع مؤخراً، والبعض حتى صار يصف المركز أنه متخاذل نوعاً ما أمام الأحداث اللي كانت تحصل وما يكون موجود فيها. ولكن المركز ببيان أصدره مؤخراً بناء عن نفسه هذه التهمة اللي اتهموا إياها لحراك النشاط، على اعتبار أولاً بيتم تشكيل فرق معنية برصد الأحداث اللي بتصير، اثنين مخاطبة مثلاً مديرة الأمن العام لتبين حقيقة التصرفات اللي كانت يعني تكون فيها بعض عناصر الدرك أو الأمن العام إلى غير ذلك وقت الاعتصام إلى غير ذلك، وبركز إنه في تقارير الرصدية برصد هذه الأحداث اللي بتصير. على كل الموضوع أنا بالنسبة لي كصحفي بغطي بالآراء المختلفة، شو بتحدث المركز الوطني؟ شو النشاطاء اللي بيشوفوه؟ أنا بكل أمانة ألمس أن هنالك عدم فهم لآلية عمل المركز، ربما هنالك رغبة في استخدام التقرير المركز في 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 الحوار السياسي الدائر بين القوى السياسية وبين الجماعات وبين النشطاء يريدوا أن يكونوا رأي عام حول قضيتهم. نحن نتفهموا، بس احنا كمركز معنيين بحماية حق كل إنسان. أنا لو نشرت تقريري مسبقا سأفقد تأثيري على الجهات التي قامت بالانتهاك، لن يكون لدينا أي قدرة على التأثير فيها. بعد أحداث الرابع والطفيلة والضرب اللي تعرضوا له الشباب في مديرية وسط عمان اللي شهد فيه، مثلا احنا بنستغرب كيف مركز مثل هيومن رايتس ووتش يطلع تقرير بعد 3-4 أيام بتفاصيل دقيقة على الضرب، والمركز الوطني لحقوق الإنسان الذي اجوا مندوبين مشكورين وزارونا في الموقر وشافوا آثار الضرب على أجسامنا، وتستطيع أنت تسأل الموظفين اللي زارونا إلى الآن لم يصدر منه أي تقرير. ببساطة إحنا لما رحنا على الموقر شفنا الشباب عليها رضوض، إحنا لما رحنا على الموقر شفنا الشباب مضروبة. هذا هو دور المركز وليس دور المركز هذا الصمت المعيب.